تقدم بالشكر الجزيل لمركز ترند للبحوث والاستشارات على تقديمهم هذه الدعوة ليكون متحدثة من ضمن متحدثات في جلسة خاصة لليوم العالمي للمعلم. هذا الفرد في المجتمع الذي نكون له كل التقدير وكل الاحترام لدوره الرئيسي والكبير في تنمية الأفراد في المجتمع من خلال تقديم المهارات وتعليمهم أهم ما يحتاجه هذا الفرد لقيادة المستقبل. تأتي هذه الندوة التي تم تنظيمها من خلال الشراكة الاستراتيجية بين المركز الإقليمي للتخطيط التربوي ومركز ترنز للدراسات والبحوث كرسالة شكر لكل معلم من المعلمين الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث احتفينا بهم وقدرنا رسالتهم، وتم استعراض العديد من الأوراق خلال الخبراء والمشاركين في هذه الندوة والمعلمين، لنعتبر دورهم ولنعتز بدورهم ونرى كيف يمكن أن نعززهم ونقدرهم على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.